أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: أرى من يبل الجوارب عند المسح عليها بشكل واضح ومكثف. ألا أرى من يبل الجوارب عند المسح عليها بشكل واضح ومكثف، هل لا بد من البلل أم يجوز أم يكفي أن ينفض الماسح يديه من الماء ثم يمسح بهما على الجوارب؟ الجوارب والخفاف وغيرها مما يمسح عليه، صفة المسح أن يضع أصابع يديه مبللتين بالماء، أصابع اليد اليمنى على الرجل اليمنى، على أعلى الرجل اليمنى، وأصابع اليد اليسرى على أعلى الرجل اليسرى، ابتداء من أصابعها ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة، ولا يكرر المسح ولا يصب ماء، إنما يكفي البلل، يكفي البلل. هذا هو صفة المسح على الخفين أو على الجوربين، نعم، مرة واحدة من الأصابع إلى الساقين، يمر أصابعه مبلولة بالماء، نعم، ويفرج بين الأصابع. نعم.